مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا لحلقه جديده من يوميات ستار اكاديمي. الطلاب دائما عندهم اخبار جديده وفريق العمل جاهز ليرصد كل هالاخبار لنقدم لكم اياها اول باول. البدايه مع سهره السوشيال ميديا. الطلاب تلقوا تغريدات الفانز عبر تويتر. طبعا حرام عليك، فيك مواصفات النجم وبتغلط في حق نفسك، شرارة مع حق لأنك مش بتجتهد في حفظ الأغاني، خليك قد حب الناس. حاضر. Please just focus on yourself and distance yourself from the ones who wants only what's best for themselves. You know who. Thank you. نجوم ستار أكاديمي مصر. نسيم بنحبك في مصر، صوتك بجنن وسلامي الأولاد بلدي بيس ودينا سعد هايدي وشانتال ومابي. يا هذه أختي ياسمين رايسي بليز. نسيم رايسي حبوبي توحشتك برشا، نحبك تشرفنا وترجع قوي كيف ما بديت، أختك مينوشة اللي تموت عليك. توحشتك ياسمين. زينب أسامة. زينب أسامة. زينب أسامة. حنان. حنان انتي جميلة وصوتك جميل، ركزي أكثر في حلمك، كنتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك وتحياتي من المغرب لكم كلكم. ميرسي زينب. I love you. ميرسي بوكو زينب. إياب صوتك روعة، أكاديمي بلا بيك والو، خالق جو زوين فيها كنتابعك من إيطالي، خليك مع رافو وحنون وحنان، غنيوا لي تعالي ليا، بيزو الجميع. يلا. ايه دوز نحن. لا 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 يلا كلنا. لا 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 يلي قلبي بين يدي، حني شوي الله يخليك، عارفي بلي كنبغيك مازال 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 مازال، اللي بيني وبينك باقي وبأحساسي وبأشواقي، باقي حبي ليك ساكن في الهجة، تعالي ليا محتاج غيرك في هذي الدنيا. ثانك يو خديجة. شانتال عباس بيعتبرك اخته وما تفكري بشي ثاني وتقولي لدينا صالحين معه. ولا بليز لا بليز لا، فاهمين كثير غلط. اوكي انا حسيت، لحظه انا حسيت انه عباس زعلان مني لانه اجى مثلا لا اعرف شو بو ليه زعلان، حسيته كثير رسمي معي، قال لي انه ما بو شيء، هو كان متضايق من شغله معينه، فبس هيدي الفكره، حبيت انه دينا تفهم منه انه شو بو وهيك، فكنت عم بحكيها انا والله بس انا بريئه ومصحف. انيس انت ولد الخليج، نحبك وايد، ابدعت في البرايم، خليك مع الملك علوش وهايدي وسهيلة وايهاب، غني انت وسهيلة وهران. وهران وهران رحت خساره، هجروا منك ناس اشتاره، يا وهران رحت خساره، هجروا منك ناس اشتاره، قعدوا في الغربه حياره، والغربه صعيبه وغداره، قعدوا في الغربه حياره، والغربه صعيبه وغداره. فاكر علي وهران؟ يا حبيبي محمد سراج، احلى سراج في الدنيا. بما اني مفلس الايام دي مش هعرف اجيب لك هديه، بس هديتي ليكي انا والملايين اللي بيحبوكي لقب ستار اكاديمي ان شاء الله. حبيبي يا سراج بحبك ووحشتني. رافائيل احترم فانس حنان وخفف تستخدم ايدك مع حنان، جمهورها مضايق من حركاتك، سلام للملك حلوش وهايدي. عراسي عراسي مفى وحجرب. يلا وحلو حلو عن سمايا، ده حبيبي للنهاية، مهما قلتوا فيه وعدتوا والله ما أترك هوا. حلو حلو عن سمايا، ده حبيبي للنهاية، مهما قلتوا فيه وعدتوا والله ما أترك هوا. كل ما تحكوها عنا كل ما أحبها زيادة، يعني روحوا شوفوا غيري مالك. يلا حلو حلو عن سمايا، ده حبيبي للنهاية، مهما قلتوا فيه وعدتوا
شد حيلك يا ملك بليفال، وراك جيش نبي التوب هذا الأسبوع. سلامي شانتي وغني لها أغنية يا لاعب في برك خسران. والله موفق سلم عليك. سلم عليك. ولاعب في برك خسران ما لحفظه، لكن بغني لها أغنية ثانية. توحشني وانت بجنبي واشتاق لك لو تغيب، واخشى عليك حتى نفسي واخشى يمسك غريب، واخجل اذا جات عيني صدفه في عينك، واصير مربك وحاير في امري من فرحي ابغى اطير. بيسو شانتال قالت لسهيل عباس مش بيحبك، يا ريت توضح الامور ومش تخلي حد يتكلم باسمك. ايه طبعا انا قلت لك لا يعني كده انا ما قلتش لحد يتكلم باسمي، انا بحب سهيله وبحب شانتال وبحب كل الناس زي بعض. بس اصلا شانتال ما قالتش الحكي ده اصلا. يعني فانا ما قلتش حد يتكلم، وما اعتقدش ان شانتال قالت ده، لاني ما اعتقدش ان في حاجه اصلا شانتال تتكلم فيها يعني. دينا يا دندن جيت لك اهو اشتغلي على نفسي. دينا يا دندن جيت لك اهو اشتغلي على نفسك يا قلبي، وبعدي عن سهيله. انتي وعباس غني لمصر، انتي ولاد بلدي وسلامي لما بال. بس انت صرنا فتره بعاد عن بعض. هو ما فيش اي مشاكل ما بيننا وسهيله، احنا اصحاب وما فيش اي حاجه والله يا جماعه. انا وعباس يعني بنحب سهيله. سهيله اختي ولدت وجابت توام طفل سميته ايهاب، وطفله سميته سهيله. ان شاء الله ان شاء الله يخرجوا يغنوا ويدخلوا ستار اكاديمي ان شاء الله يا ربي. يلا غني. بلادي هي الجزائر وعليها وعلي حياه، وبغي روح الهزاير والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه. قبل البريك بذكركم انه بختام الحلقه رح نعرف مين الفائزين يلي رح ينضموا لنا لمسرح ستار اكاديمي ليتابعوا البرايم مباشره، وكمان رح نعرف بعد الفاصل كيف كانت رده فعل الطلاب بعد السوشيال ميديا نايت. منتابع يوميات ستار اكاديمي، تغريدات كثيره وصلت للطلاب والتفاعل معها بقي بعد الجلسه. اكثر واحد نفسه يتكلم بالاكاديمي نيو ساكت. انا يا اختي ده انا كاتبه في قلبي. الناس بتحبني بالشخصيه دي. لا 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 ناس بتحبني بالشخصيه دي. لا لا اوعى يا ولا اوعى والنبي لما موت الراجل ده. الناس بتحبني على الشخصيه دي. انا كده مش هتغير يا ناس، والله العظيم ما هتغير. الفانز بتاعي بيحبني بالشخصيه دي وهفضل كده. الله يخرب بيتك. انا كده خلاص يا حبيبي خلاص. طب خليكي بشخصيتك ما تبوظيش العلم. انا مالي يا اخويا، هم اللي بيتعلموا. والله العظيم انا افايل بحبه كتير وبعزه كتير. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما في بيناتنا شيء، اقسم بالله انا بعزه كتير افايل. اكثر شخص جاي اكثر شخص بحسه بيهاجم. والله هو قال كده برضه. والله ترى خليها تكذب معاها. عادي. لا زي اختي الصغيره. ايه انا اخت انا لا لا ضحكوني ضحكوني كي يقولوا شنطال قالت لك والله ما اليوم في علاقه جديده شنطال عباس. وانا مثل ما قلت لكم من قبل، انا ما اجيت لحب ولا يحبني شخص. انا مثل قلت لا انا جيت انحب وما احبش. جيت انحب. لا انا احكي عن حالي يعني انت حره. بس انا ما اجيت لحد. بتحب تغامري كثير، بتحب تغامري حتى بالاشياء اللي بتحسيها انه هي صعبه عليك، بتحس انه لا بدي اجيبها بس بتجهزي حالك قبل. حقيقي بحب اخذ ريسك زي بتحطي بلان قدامك وبتفكري من الاول للاخر انا شو بدي اعمل. صحيح. وبعدين بتواجهي الشغل. مش بحب اخذ ريسك دايما. انت حدا مرات غامضه ومرات بتفشي كل شيء فرد مره لك. بتحب تعرف تصبح او ما بتحب تصبح او بس بتحب تصبح؟ بتحب تصبح.
بتحب الماء؟ بس ما بحب كثير اسبح، بحب شوي اسبح. اوكي بس انه بتسبح يعني عادي بس. وبتحب الماء يعني بتحب البحر عادي مش هالحب عادي ما بتحب لك ليه؟ علي ايه؟ بتقرب دغري عليهم؟ على حسب من انواع الكلاب. بتحب الغابه؟ ايه كثير. تمشي بالحقله وتروح وهيك؟ كثير كثير، اكثر شيء بحبه في الدنيا انه ايش ايش بالغابه بعيد عن السوسايتي. انت حدا رحت غابه محل تنقول تعرفت على شخص معين قدامك اوكي؟ طيش قبل يعني اول ما تشوف شخص لاول مره ما بتعطي اهميه ما بتقرب منه، بتضلك بعيد بتضلك بعيد تا تشوف هو شو رح يتصرف كيف بيحكي رح يأذيك ايه ولا لا منيح مش منيح ساعتها بفوت بالشخص. غلط ولا صح؟ صح. انا عندي هيدا الشيء مثلك نفس الشيء نفس الشيء. صح شنطر دائما بحركاتك بتحاول انه ما تخلي احد يدخل بحياتك صح ولا لا؟ صح يعني بحاول تحاول تاخذ تساليني انا يلا شنطال شنطال اوكي لما قلت لي على قد ما تطلعي وتطوري من نفسك يا شنطال تساليني على قد ما تطوري من نفسك وتشتغلي نفسك في شيء بيأكر مزاجك في شيء بيفكرك يعني بيأكر مزاجك فاهمه؟ ايش قاعد اقول؟ اخر شيء في شيء بحياتك انت تبغى تهربي منه بس ما اعرف شو. شو عم بهرب منه؟ شو لونك المفضل؟ الاخضر بكل درجاته. صح؟ اخضر. صحيح هو صح ولا مو صح؟ ثانك يو. علي واو كثير بالكاميرا مش عارف. يعني يا بيفرح يا بيحزن. في شيء جواتك انت خايفه منه؟ حاجة يعني حاجة خايفة ما أعرف بس في شيء خايفة منه أنت جوالك ما أدري شو يعني قصدك الفترة دي ولا عمون في حياتي دي ما أدري في شيء بحياتك أنت خايفة منه يعني في شيء خايفة منه أنت وفي أشياء كمان في حياتك داخلة ببعض يعني بتحس إنه في أشياء كثير داخلة ببعض حياتي مش منظمة أي بالضبط مش منظمة حقيقي دائما تمشي في حياتك زي ما تصير تصير شوف اللي جواتك شو انت خايفه منه وطلعي عادي بنبسط انا صح انا حبيت اول بارت كمان قوي كان حقيقي تبدين قويه وبعدين تبقين دايما بكون بيكون شكلي اقوى من اللي جوايا لدرجه انه صح امضي لي بقى واكتب تاريخ النهارده دايما انت تطلع متحمس في شيء انت تسويه لازم تتحمس 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 بعدين تتحطم وتنزل في احد يرجعك دايم شو ما سمعت اخر بارد انه يتحطم وينزل كذا ينزل مستوى ينزل يعني باي شيء بياخذ على فكره من قراراته لانه من البدايه بعدين بتحصل شخص لازم يصير يعطيك شخص باور يعني يعطيك قوه وترجع من جديد صح والله ثانك يو خلصت؟ خلصت اشتعلي طبعاً اف 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 شفت؟ قلتلك بيسيبونا على القد no way ما تنسوا تعطونا رأيكم مشاهدينا بكل أحداث الأكاديمية عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام وأخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com أخبارنا ما خلصت بريك ومنرجع خليكن معنا منتابع أخبار الطلاب مع صف جديد للمسرح مع بيتي توتال وتقنيات جديدة بتساعد الطلاب تعالوا على الليفينج بدي أحكي بدي ما بدك بدي خيي لا لا تعالوا على الليفينج ليفينج كيف ما في تمثيل اليوم في تمثيل معظم منكم ناقصوا بعد يعرف يحرك جسمه على المسرح ويعرف يتعامل مع الديكور ومع التابلو يلي عم بينحط فيه. وذات سوي بدي اعمل معكم تمرين صغير.
الحب. وين الحب؟ وين وين منحسه؟ القلب. يعني دايما اذا انا رايح لاقي حبيبي شو من وين حسيني مشدوده؟ كانه في حدا لقطني من هون. اذا انا رايحه خزلني صاحبتنا. لاحظوا الراقصين طلعوا فيهم البطن، يعني دايما في شيء كانه حدا طعنك ببطنك. هلا رح نعمل اكزرسيس، بدي الشباب من ميلي البنات من ميلي، كل بنت بتختار شاب. يعني شو حبه؟ شانتال لإلك بليز. شانتال عندك اكثر شاب هيك كلاس كلاس هيك محترم. شانتال راكبه فصلي تركتك للاخير انت. يا بيني معطوبة بدي اسري شظيع عملها. ما تضحكوا ما تضحكوا. يلا شانتال شانتال حلو. نقتنع بنفس اللحظة من اللحظة الشيء. مش أنا وياك كلنا بنقتنع بنفس الشيء. دينا دينا أنت بدك شغل كثير على هذا الموضوع. أنا ما بعرفش أمثل خالص. لحتى مش تمثيل يعني، يعني ما بعرفش أعيش. المينيموم هيدا المينيموم تتحركي وقت اللي عم بتغني. توب. حلو. الرجال الرجال بيعصب عادة. بيعصب اسمعوني منيح. بيعصب عنده كبرياء. كبرياء صح؟ صح. هون اوكي الرجال عنده كبرياء، يعني إذا قلنا إنه العاشق بيتحرك بالقلب هيك، اللي عنده كبرياء بيتحرك بالتاج بالرقبة. فالرجال بس تخزله، مثلا افترض انا جايه وخزلتني ما بيبين زعله. يلا نسيم بليز عن جد بدي رايح بحب باندفاع وطلعت انه ما بتستاهل هيدا الشيء. اوكي 5 4 3 2 1 توب. ماشي يا بنتي. عندي شباب لا بأس بهم. صافين اسمي صح نفس السعود. ان شاء الله تكونوا استفدتوا شوي من رح اعملكم مره بالجمعه هيك. باي ثانك يو. بنضحك من بعدها. علي تركها هون. ايفان خسرت. ايفان بس طب من بعدك ايفان موجود. هذا عيدي بتسخني العالي. ايفان هو عالتاني. بص بص ايفان موجود لازم نركب الاغاني. لا بلا لا بقى خلاص بقى خلاص خلصنا. يا عم الدنيا عالتاني يعني سخني لها مايك. انت مش شايفه. طب 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 ما رافائيل ما ادركيش انك تسخني له. طب عارف ليه؟ يعني انت دول يعني دول مضايقينك الاربعه دول؟ كرمالك. ايه؟ كرمالك وقفتك. كرمالك؟ لا ما مش كرمال حد. لا يمكن كرمال علي عشان مستعجله وعايزه تسخني له. لك شو بيكسر مثل رافائيل؟ برافو. لا
رافائيل تعال اقول لك على حاجه دلوقتي يا ابني. انا بسخن انا وانا حتى انا وهيدا. قامت قالت لي ايه جابت دي؟ قامت قالت لي جابت البتاع اللي تحت. قالت لي خد بالك انت هتسخن دلوقتي. قلت لها قامت قالت طب عايزك تسخن لي بتاعك عالي. قلت لها ان هو انت بتسخنين العالي. قامت قالت لي هو كان قايل لي ان انا اسخن له. قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها قلت لها خلاص ماشي بس الحب كده ولع في الدره. ماشي انا قلت كده حاجه ايه الحب لقيتها بتقول لي ايه؟ بتدفع وبره فضل اربع ثواني. فضل اربع ثواني. قلت لها ان هي جت على اربع ثواني. قالت لي كرمالك عشان انت تسخن. قلت لها ولا كرمال عالي عشان انت مستعجله وعايزه تسخنيه. صح لا ولا غلط؟ اسمع عليك شو قال لي؟ قال لي ما اسمع اه بصيت على عشان بيعجبني الشكل بتاعك ودويتو حلو جدا. دويتون دويتون تغسلي لي معايا. لا استني لا استني تغسلي ليش معاك. انا مش عالي عشان تغسلي لي. تعالي تغسلي لي معلقه بدنا نظبط له حاجه او يمكن يمكن لو عدت حاجه بعد كده بقول لعلي قول لي. والله العظيم اللجنة هتحكم في الإيفال. هتحكم مع الإيفال. تخيل أنا أخوك يا خيك. أنا خيك. إيه المشكلة؟ أوه جالك يا ملك. تعال ملك اغسل لك إيه؟ شوكة ولا معلقة؟ إيه؟ مش بس بغسلها. اغسلي لي معاكي ملعقة. حاجة أكتر من كده. عايز معلقة؟ معلقة لعلي. معلقة 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 شوكة معلقة وشوكة وسكينة. معلقة وشوكة وسكينة. معلقة وشوكة وسكينة. اغسلوا طبق. اغسلوا طبق. كوباية شاي بعد الأكل. هو دايما دايما كده عشان هو دايما بصي دايما الزوج محتاج كده. الزوج دايما محتاج كوبايه شاي بعد الاكل. شوكه معلقه سكينه لازم كده عشان يرضيكي. هتلاقي داخل عليكي بالليل بشيريه فاضيه. داخل عليكي بالليل بكادو مثلا فاهمه. عقد الماس عقد مش عارف ايه كلمه حلوه. اه يلا خد بالك بقى. شوف كمان رح نتوقف مع بريك صغير ومن بعده نرجع لحلقتنا. نرجع ليوميات ستار اكاديمي مع ردة فعل النومينيز الثلاثة بعد ما اعلنت الدرة اساميهم ليكونوا بدائرة الخطر هالاسبوع. اول نوميني شونتال. حبيبة قلبي انت شو بكون طلعتوا هيك؟ تاني نوميني محمد سعد. تالت نوميني حنان. يا جدعان انا اقولها من الاخر عشان بس يبقى قدامكم. اللي بيفكر غير المصريين يصوت لي ما يصوت ليش. انا عايز اروح. تمام بس انا زهقت اصلا. يا شو بكون خلص مبسوطين؟ مش عارف اي مكان. والله كويس. ما بتحكي مع حدا ولا حدا بيحكيك ولا حدا بينصحك ولا حدا بيقلك شغلك بتعرف شو بتعملي. طلعت بغنيتك بتشتغل عليها. نوميناه تيشدك نوميناه تيشدك. كنت نوميناه اول جمعة. كل ما حدا يطلع نوميناه وبعز على قلبي عم خبر نفس الخبر. هي بديك قوية بتلقى تغنيتك بتشتغليها مثل ما هي بتحفظيها مظبوط. صعبة اوكي عليك صعبة نفسيا بس صدقيني صدقيني يا شنطال اذا هلا ما بتشتغلي هلا هلا من هاللحظة بلشت تشتغلي انه اذا انت رجعت من هاللحظة بتلقى تغنيتك بتشتغليها مثل مظبوط مثل الخلق اوكي. ما تروح عليك هالفرصة صدقيني ما تروح عليك هالفرصة. هلا مش حاله وعم قال اوكي كلنا حدك. ما بقيتش نبكي انا مزيانه. هلقي لي هلقي مزيانه والله. عطرك يا شعب لما تاني عطرك عطرك جاي تصوت الجمهور. انا ما كنت استاهلش والله ما كنت استاهل. عشان ما كنت استاهلش اي واحد شغلت اي واحد يغلط. انت طلعت توب 5 يا حنين. طلعت توب 5 ما خنتيهمش. خيبه عطشني خيبه عطشني الخيبه يا تحت النومينيه عاود تحت النومينيه في المره الثانيه. اتس اوكي صافي
اوكي اوكي صافي خلي معاها هيدي خلي طوفي با خلي معاها صافي 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 والله كويس وعلاش كتب كذاب عليك ما تقوليش ما نستاهلش صافي شو اسمعني انا وحش انا مستحيل اسمعني اسمعني انا يا جدعان والله بس الاساتذه غلطوا لما المره اللي فاتت في البرايم قالوا ان انا غنيتها مظبوط ماشي انت يمكن غنيت في الايفال اللي هما شافوا وحش برضه غلطت في حته ايه غلطت عملت حاجه حته ايه ان هو مظبوط والاغنيه مظبوطه يا اما بقى احنا مش بنفهم يا اما مش بنفهم غنى اصلا مين حلو ها مين حلو كتير مين عنده جمهور كتير شو مين عنده جمهور كتير فين كم انت انسان وبيغلط وغلطك بعده احلى من غيري طبرينا انت ليش عم تبكي ما تبكي حياتي ما تبكي مسك حنان المفروض انت تقويني انت اللي تقويني انا مش انا مرتين انا عن جد يعني مو شو على العدد هي انا اول جمعه على العدد هي لانه قطع بالشعور انت انه بتقويني انت ليش حنان خلص طب ليه عم تتعبي اعصابك فسري لي اعطيني جواب مقنع ليه عم تعبي اعصابك انا بسكت حنان في كثير عالم لا لا خليها تجاوبي خلي لا ما بدي اقول لها شيء ما بدي اقول لها شيء الجمهور بيوقف معك مره واحده بيحبك وبيستندك وكل شيء مره واحده خذلتيه ولا لا لانه هن بحبوك لحظه شو شو معناتها خذلتيهم فسري لي شو خذلتيهم وشو مره واحده وشو 10 مرات اللي بحبك بحبك 100 مره واللي بده اياك بالبروجرام بده اياك بالبروجرام مش مرة واحدة بردك وقفي بك الأساتذة مثل كل أسبوع بيخبروا الطلاب عن سبب اختيارهم ليكونوا نومينيز وبيدولهم على نقاط ضعفهم حتى يشتغلوا عليها أكثر أهلين يا محمد أهلين محمد بفهم أنه أنت جاك كتير مدح بالمرورك بالبرايم من أستاذ لياس من أمير من الكل وبفهم إنك تتفاجأ إنه أنت اليوم نوميني فعلاً القصة لها علاقة بشيء رح أتركه لأساتذة الصوت يفسروا لك اللي هو إنه محمد عنده قدرة كتير أكتر من هيك ما عم بيعطينا إياه محمد أنا رح أحكيك دايركتلي عن القصص اللي عم بتصير بالصف وأنا مش عم برجع أشوفها بال وقت عم تغني مثلا بالإيفال مبارح او شيء انا بالنسبه لي مبارح يعني كل اللي اشتغلناه بالصف هذيك اليوم مع وضعيه الجسم والرقبه والحنجره وقد ايه فسرنا التوازن تبع الصوت والشد والنفس وهو كلهم هو كلهم كرمال يلبوك تقدر تعمل بروجكشن للصوت تطلعه ويلمع ويرن وهو كلهم هلا انا ما شفت منهم شيء مبارح صراحه طبقوا ونفسك كنت قاعد وكابس على النفس وشادد على رقبتك وما كنت مرتاح واكيد بالطبع الصوت ما لبى قد ما لازم يعني ما كان في شيء غلط بس غيرك عم يلقط هالاشياء وعم بيطبقهم واليوم انت بمنافسه وانت هيدا الشيء بتعرفه شانتال انا ما بخاف عليك انت بنت حرزانه وفهمانه ومثقفه الجمود هيدا اللي وصلك لهون لانه فيك تعطي اكثر بكثير وعندك مدى صوت كثير كبير ما توقفي هون يلا هالهزه يمكن توعيكي وتفكرك وين بدك تروحي واي طريق بدك تاخدي موفقه يا بنتي اكيد انت عندك خامه صوت كتير حلوه بس انت ناقصك بعد نضوج بصوتك نضوج بادائك يعني تعرف تأدي كل غنيه حسب اللي بيلبق لها تعرف تستعمل العرب اللي مش عربه وحده انا بعرف اعملها بحطها بكل المطارح بكل الافلات بكل العرب وبنهاية انتو هون جايين تتعلموا
وبدنا اياك قد ما فيك قد ما فيك تاخدي قصص تقدر تفيدك تتنضج لك ادائك وتخليك تصيري احسن. حنان انا مش خايفه عليكي، مش خايفه عليكي اذا ضليتي ان شاء الله بتضلي، واذا فليتي مش خايفه عليكي، لانه شايفه فيكي كل مقومات الستار يعني، وانا شايفتهم واكيده انه انت ما رح يوقف، ما رح توقف مسيرتك لستار اكاديمي، رح تروحي لابعد بكثير. وبعرف انك بتستحي، وبعرف انك خايفه شو بدهم يقولوا عنك وما تعملي شيء غلط وما ينحكى عنك كلمه غلط، وبعرف قديش مهم لك انه صورتك تكون مشرفه لعائلتك ويعني للمحيط تبعك. كوني اكيده انه انت كل شيء عم تعمليه هون هو عم تعمليه باجمل صوره. تخليك عم تبكي شيء ما بكينا؟ لا ابدا ما حكينا عن الشكل الحلو كمان. عم حكينا على الشكل يلي منفتش عليه لما بدنا نجيب ممثلات للدراما. ميرسي. عشو الخوف؟ شرف لإلك. عشو الخوف؟ حلوة وموهوبة للتمثيل، ما أنا بتلقى طلقيت. عشو عم تخافي؟ بهرينا. أوكي. أوكي؟ أوكي. يلا، بون شانس. ثانك يو. باي. قبل ما نودعكم مشاهدينا بدي أقول ألف مبروك لبيسانت محمود وأشرف محمد لفوز بمسابقة سي بي سي الأسبوعية يلي بتخولكن تربحوا سفرة كاملة التكاليف لبيروت للقاء الطلاب. أنا بودعكن وبلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. قالوا تسل عن المحبوب قلت بمن الله شو حبه منه. قالوا تسل عن المحبوب قلت بمن كيف التسلي وبالعشاء نيران إن التسلي حرام في مذاهبنا فكيف يقبل بالغفران ما فشارب الخمر سكرته وشارب الحب طول العمر سكران.